لعب له كرة بشار مقطوعة طلال العامر وخطر القادسية لعنزي حمد لعنزي حمد لعنزي جول حمد لعنزي حط له كرة حمد لعنزي ويقول له مشكور طلال العامر يعني كرة أيضا طلال العامر لعبها إلى حمد لعنزي بعد ما رجع فيها بشار وأخطأ فيها بشار لأنه ما سيطر على الكرة وطالت منه وتسجل منه هدف وأحرج فيها دفاع اللي هو بشار شوف شوف خطفها ولعبها له طلال العامر حمد لعنزي شايف الحارس ولعبها في الزاوية البعيدة مسجل في الدقيقة الثانية في الدقيقة الثانية حمد لعنزي شباب شباب الهدف الثالث للغادسية إذا الدقيقة الثانية هدف الثالث للغادسية هذه عادة أيضا هذه عادة ركنها بشكل حلو في الزاوية البعيدة وبالتالي ثلاثة الغادسية لا شيء السادس